بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. النهاردة إن شاء الله معانا آخر قرارات وزير التربية والتعليم ليوم السبت 11 نوفمبر. وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء أسئلة القصة لجميع الصفوف، وطبعا الوزير حقيقة إصابته بكورونا، حقيقة إصابة الدكتور طارق شوقي بكورونا، والتعليم العالي تعلن عن منح للحصول على الدكتوراه بميلانو. وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء أسئلة القصة لجميع الصفوف. كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حقيقة إلغاء أسئلة القصة المقررة في كافة الصفوف الدراسية، وأكد عبر صفحته الشخصية أن القصة مقررة في جميع المراحل أو في كافة المراحل الدراسية كما هي. وقال الوزير عن القصة في المراحل الدراسية المختلفة: القصة مقررة كما هو الحال في كل المراحل الدراسية، وسوف يكون هناك أسئلة على القصة في الصفين الأول والثاني الثانوي، ومنها المقالية. أما في الثانوية العامة فسوف يكون هناك أسئلة أيضا، ولكن ليست بحاجة إلى استخدام القلم أو تصحيح بشري. الملخص أن القصة مطلوبة ومقررة ونمتحن فيها بشكل مختلف، ولم يتم إلغائها. وزير التعليم: لست مصابا بكورونا، والعمل مستمر ولو كره الكارهون. كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد. وعلق الوزير في بيان له نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: رسالة حتى لا يتمادى المحرضون ومروج الإشاعات. الحمد لله لست مصابا بكورونا، وكنت في احتفالية تحيا مصر بالأمس، والعمل مستمر ولو كره الكارهون، والله المعين. وبالنسبة لرسوم الامتحانات الشهادات للوافدين، قررت الوزارة فرض رسوم لدخول الامتحانات في السنوات النهائية بالمراحل، بداية من الابتدائية مرورا بالإعدادية ووصولا إلى الثانوية العامة والدبلومات الفنية. وأكدت الوزارة في قرارها على أن يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو مدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات والدراسات التكميلية الصناعية المبالغ الموضحة. وكشف وزير التربية والتعليم أن القرارات تخص الطلاب الوافدين فقط، ولا تطبق على الدارسين من الداخل. وأعلن المكتب الثقافي المصري بروما أن جامعة ميلانو الإيطالية فتحت باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح للحصول على الدكتوراه في العديد من المجالات العلمية على النحو المعلن عنه للعام الأكاديمي 2020-2021. والمزيد من التفاصيل وكيفية التقدم وشروط التقديم ومواعيد تلقي طلبات التقديم الخاصة بكل تخصص، طبعا يمكن زيارة الموقع الإلكتروني. طبعا ده الموقع اللي من خلاله ممكن ندخل ونعرف تفاصيل منح الدكتوراه بميلانو. وأشار المكتب الثقافي المصري بروما إلى أن البعثات لا تتحمل أي نفقات من هذه المنح. من جهة أخرى، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي في إطار التعاون مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم عن وظيفة مهندس برمجيات بحثي Research Software Engineer لمدة عام قابل للتجديد. وينضم المرشح لفريق صغير من مطوري البرامج الذين يعملون مع برنامج الطاقة التابع للمعهد ENE والمؤسسات المتعاونة لمواصلة تطوير الأدوات وتحسينها لاستمرار دعم الأبحاث المتعلقة بالطاقة والمناخ. على المرشح أن يكون حاصلا على بكالوريوس أو ماجستير في مجال متعلق بأنظمة الطاقة وتغير المناخ،
وله اهتمام كبير بتطوير البرمجيات العلمية، ويجب أن يكون لدى المرشح خبرة في اللغات والبرمجيات التالية المستخدمة في الطاقة زي GIS وبايثون أو RDBMS أو جافا أو ريستفول انترفيسز أو فيو. ولمزيد من التفاصيل من هنا للتقدم إلكترونيا يرجى طبعا الدخول على الموقع اللي معانا ده للاشتراك في هذه الدورات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.